أهلا بكم معنا إلى ضيف وحكايات هذا الأسبوع. ضيفنا اليوم ألماني من بافاريا، له روح تعشق المعرفة والاستكشاف، فقادته إلى المشرق حيث تعلم لغة الضاد وبنى جسور محبة مع أهلها. رافقوني في حلقة هذا اليوم، سنتعرف عن قرب على الدكتور جونتر أوت، وهذه الحكاية. مرحبا، كيفك؟ مرحبا. يا هلا جنتر، نحن موجودين بمطار تمبلهوف السابق. خبرني، ليه بتحب هذا المكان في برلين لدرجة كبيرة؟ هذا المكان أحد الأماكن المفضلة عندي، لأنه ما في شيء بعيق النظر. يعني هذا المكان بيسمح ببعد النظر، وبعد النظر شيء مهم بحياة الواحد. لأي درجة بعد النظر بيعكس حياتك وجزء من شخصيتك أو جزء كبير من شخصيتك بالحقيقة؟ أنا كان عندي إحساس وأنا في المدرسة أنني أحب أن أتعرف على ثقافات جديدة، وذلك عن طريق اللغات. فاخترت إحدى اللغات الغير أوروبية آنذاك في الجامعة، وهي اللغة العربية. لم يكن هناك سبب قاهر أن أختار العربي بالذات، ولكن كانت محاولة، ومحاولة لا بأس بنجاحها. جزء من فتح الأفق نحو عوالم أخرى؟ فتح الأفق طبعاً، وتوسيع الأفق من أجل التعرف على أشياء جديدة. نحن على الدراجات اليوم في مطار تمبلهوف جونتر، وأنت عاشق للدراجات لدرجة أنك يعني بتقطع مسافات طويلة لزيارة أصدقائك على الدراجة. نعم. آخر زيارة وين كانت؟ في السنة الماضية وفقت بين يعني سياقة الدراجة باعتبارها هواية والمهمات الأدبية، بحيث أني انطلقت من برلين وسافرت إلى براغ وإلى هنغاريا ثم إلى النمسا. لماذا النمسا؟ لأنني هناك زرت أحد الكتاب السودانيين العائشين هناك في المنفى، وأنا أترجم حاليا رواية له. هو تفاجأ طبعاً بزيارتك على الدراجة أو كيف؟ كان يعرف أنني آتي، ولكن تفاجأ أنني آتي على البسكليت. طيب، نحن كمان رح نعمل جولة بالدراجة في مطار تمبلهوف ونتابع حديثنا، تمام؟ ممتاز، هيك يلا. أوكي، يلا. جونتر، أنت درست لغة العربية، درست جغرافيا، درست علوم اجتماع، كيف تنظر لنفسك؟ أنت مترجم فقط أو مستشرق فينا نقول؟ يعني أنا درست الاستشراق والجغرافيا، بس الترجمة هي شغلي الأساسي، ولكن الترجمة مع خلفية أكاديمية، وهذا بفيد كمان أثناء الترجمة، بفيد مشان واحد بترجم نصوص اختصاصية كمان، يكون فهمان كمان المجتمع والثقافة اللي عم تترجم، والتاريخ والنصوص والمراجع، هذا شيء كله هذا مهم. جونتر، كل اللي بيعرفوك بيسمعوك أثناء الترجمة أو بيسمعوك أثناء الحديث بالعربي بيتسألوا من أين لك هذا الإتقان الكبير للغة العربية، وهي لغة صعبة بالفعل. كيف تغلبت على مشاكل تعلم اللغة العربية؟ اللي فيني أقوله أني أنا عملت جهد مع الدراسة، مع دراسة اللغة العربية. بالبداية أنا ركزت على اللغة العربية بشكل حصري، ودرست المفردات وراجعت المفردات ليل نهار، وبالجهد والتركيز والقراءة الدائمة، القراءة الدائمة للنصوص العربية مهما كانت كتب أو مجلات أو صحف أو حتى مشاهدة التلفزيون العربي، أعتقد أن هذا أعطاني يعني شيء من هذه القدرة، من هذه القدرة من البداية. كان لك يعني زيارات كثيرة للعالم العربي على مدى السنوات الماضية، بس حابة أعرف منك أول زيارة إلك كانت في، يمكن كنت في بداية العشرينات من العمر، كيف كان أول انطباع عندك عن العالم والثقافة العربية؟ أنا ما حبيت أظل مستشرق يدرس الكتب القديمة خلف الجدران السميكة. أنا حبيت أطلع وأشوف هالبلدان، هذا العالم العربي.
فمن بداية دراستي تقريبا بعد أقل من سنة من دراستي رحت لأول مرة لسوريا بطريقة مغامراتية جميلة. يعني رحت بالأوتوستوب من ألمانيا إلى تركيا، أخذت الباص، أخذت القطار إلى أن وصلت إلى حلب. كنت لوحدك؟ كنت لوحدي. ومن الشيء الجميل أني تعامل السوريين مع الغريب كان طبيعي لحد بعيد، وكان سهل، ورحبوا بالضيف بدون أن يعرفني هذا الشخص. عزمني لبيته وظليت عنده أحياناً يوم أو يومين حتى، وأنا انبهرت بهاي التجربة صراحة، لأنه هذا الشيء نادر ما يكون موجود بألمانيا. أنا عملت مقارنة مع العادات الموجودة بألمانيا والسائدة هناك، وشفت أنه ممكن نتعلم من بعض، يعني ممكن نتعلم من هاي الثقافة، من حسن الضيافة بشكل خاص. وأنا أعتقد أني أنا اليوم أمارس حسن الضيافة هون بألمانيا مع كتير ناس. تماما. عملك الأساسي هو كمترجم، أعز كتاب ترجمته على قلبك شو هو؟ أنا بدأت مع بعض القصص القصيرة بسوريا. أثناء إقامتي بسوريا لأول مرة أقمت بسوريا لمدة سنة مع منحة من أجل تعميق دراسة اللغة العربية. فبهي الأثناء ترجمت لأول مرة قصص قصيرة، وفي منها قصص إلى اليوم أحبها. هي إلى اليوم يعني أكثر ما تحب مما ترجمته؟ السؤال محير بعض الشيء، لأنه دائما الواحد ينشغل مع النص الموجود أمامه وبحب هذا النص. وكمان من شرط أو من شروط ترجمة الأدب بشكل خاص أنه المترجم يكون بحب أو يكون معجب بهذا النص اللي هو بترجمه. عدا عن حب النص اللي بترجمه، شو أبرز الأمور اللي بتركز عليها أثناء الترجمة؟ ما بركز بالضرورة على كل كلمة لحالة، كل مفرد كيف أترجمه حرف حرف، إنما يعني أنا أشوف إنه في أسلوب معين، إنه الكاتب عنده فكرة معينة حب يعبر عنها بهذا الكتاب أو بهذه الرواية، وهذا إذا انعكس بالترجمة. وإذا كانت اللغة أنيقة ومقروءة وسهلة بالنص المترجم، فهذا من شروط نجاح الترجمة. جنتر، أثناء الترجمة من العربي للألماني ومن الألماني للعربي، ماذا صعوبة التنقل بين اللغتين؟ الصعوبات عديدة. مثل صعوبات كثيرة. أولا اللغة العربية لغة واسعة جدا، واسعة أكثر من اللغات الأوروبية عموما، ليس فقط من ناحية عدد المفردات وتركيبة الجمل والأبجدية المختلفة وما إلى ذلك، إنما اللهجات أيضا. وفي كل بلد وفي كل منطقة عربية في مفردات معينة تستخدم بشكل أكثر من غيرها، فهي واحدة. من هاي الناحية أنا دائما بقول دراسة اللغة العربية هي مثل دراسة 5 لغات أوروبية. كمترجم فوري ترجمت لشخصيات سياسية كبيرة في العالم العربي وفي أوروبا في ألمانيا، هل تذكر أول شخصية أو أول رئيس ترجمت له بشكل فوري؟ أول رئيس دولة كان الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح. كيف كان شعورك بأول لحظة تترجم لرئيس؟ أنا أتذكر أنني كنت متوتر لحد بعيد، ولكن أثناء المؤتمر الصحفي، وحيث كان هناك يعني عدد هائل من الناس في الصالة، وأنا ترجمت جملة وحسيت أنه في أنه ردود الأفعال ممتازة. فمن وقتها قلت لحالي ما عاد في داعي تتوتر قبل الترجمة أو الترجمة العلنية. ومن يوميتها تقريبا أنا أروح أترجم لمين ما كان،
شخص رفيع المستوى، رئيس دولة، ملك، بدون ما أحس بالعصبية أو التوتر الشديد. أثناء ترجمتك لشخصيات ورؤساء وزعماء دول كتيرة، هل صدف معك شي حادثة بقيت في ذاكرتك؟ أتذكر تقريبا معظم المواقف، ولكن إذا قصدت المواقف الطريفة، مرة كان هناك زيارة لوفد سعودي من كبار رجال الأعمال السعوديين إلى برلين، فكان هناك استقبال عند عمدة برلين في دار البلدية. فالعمدة الألماني خطب، وبعد ذلك جاء دور رئيس الوفد العربي. هو كان قصير بعض الشيء وما نزلوا له الميكروفون هو قبل ما يخطب، فعمل جهد لحتى يوصل للميكروفون، وبالتالي الصوت ما وصل بشكل جيد للصالة، فأنا ضليت يعني واقف على مسافة منه تقريبا اسمع وسجل كلامه وبعدين أترجمه إلى الألماني جملة جملة. فهو بنهاية الخطبة أو الكلمة قال إنه وجبنا لسعرة العمدة هدية من السعودية، وهي عبارة عن أنا سمعت عطور عربية. فترجمت إلى الألماني، فهذه يعني مجموعة من العطور العربية. إجا لعندي واحد قال له تمور وليس عطور، واستغرب العمدة. بعد ذلك فتح العلبة وشاف شو العطور هاي، تمر. تمام. بحكم علاقاتك مع العالم العربي، علاقات المهنية وعلاقات الصداقة كمان بالعالم العربي، هلأ لما بتنظر للواقع، للتغييرات اللي صارت، شو شعورك تجاه ما يحدث من الناحية الإنسانية؟ مثل ما قلتي تماماً، يعني هي علاقتي بالوطن العربي أكثر من بس علاقة عمل. أنا عشت بسوريا فترة طويلة، عشت باليمن فترة طويلة نسبياً، كمان بمصر، معظم الدول العربية أنا زرتها. فشيء مؤلم للغاية إنه الواحد بعد الآمال اللي كانت قائمة بالبداية بعد الربيع العربي، الآن المنطقة كأنها منهارة بشكل كامل، والكثير بلدان عربية لا يمكن زيارتها حالياً. يعني منا سوريا، منا اليمن، أكثر البلدان اللي أنا زرتها وعشت فيها وعندي أصدقاء فيها. من الناحية الإنسانية، هاي الأحداث الواحد بتابعها بشكل يومي، وفعلا بترافق الواحد، والوضع مأساوي لدرجة أني أحس أحياناً أنه هذا كابوس مستمر. أنت كمان متأثر بهذا الكابوس اللي ذكرته بشكل مباشر بسبب أوضاع عائلتك السورية، خلينا نقول، ومتكفل حالياً أو من سنتين بعشر أشخاص تقريباً جاءوا من سوريا لألمانيا بسبب الحرب. احكي لي عن هاي التجربة، شو الصعوبات اللي واجهتك أثناء إحضار جزء العائلة لألمانيا؟ وهون انعكست هاي الأوضاع بشكل مباشر أو شبه مباشر علي شخصياً، لأنه اضطرينا أنا ومرتي ناخد من إخواتها واللي عندهم أولاد جزء منهم إلى برلين، وكانت الإمكانية الوحيدة أنه نعمل لهم دعوة على حسابنا الشخصي، فجبناهم على هذا الأساس. كان شيء طبيعي يعني من الناحية الإنسانية إن الواحد يعني يقوم بهذه الحركة، بس الطريق إلى الاستقلال بالنسبة للشخص الغريب اللي أول مرة بيجي لألمانيا ما فكر بعمره إنه يهاجر، كمان مو لهالدرجة موضوع سهل.
أنت شخصياً شو الصعوبة اللي واجهتك بهذا الموضوع؟ أنت من عائلة كبيرة، أنت من عائلة فيها 8 أولاد، هل سهل هذا لإلك إلى حد ما التعامل مع عائلة كبيرة كمان أتت من سوريا؟ والله ربما، ربما. وفعلاً يعني كمان الحق يقال، بالرغم من كل الصعوبات بالبداية الشيء الجميل كان بالموضوع إنه ساعدونا كتير أشخاص، يعني من الأصدقاء ومن إخواتي أنا وحتى من أمي اللي هي مسنة جداً، ساعدونا مادياً، جابوا لنا أساس للبيت، أسسنا بيت كامل للعائلتين بمساعدة الأصدقاء والإخوة هون ببرلين. فكانت تجربة جميلة نوعاً ما كمان، إنه الواحد بس يعمل نداء إغاثة بين الأصدقاء يعني بتجاوبوا مع الواحد. كان في تضامن وتعاضد معناتها بين الأصدقاء والعائلة. التضامن كان كبير والتكاتف كان ملحوظ. بعد سنتين من وجود العائلة السورية في ألمانيا، الأطفال دخلوا المدارس وتعودوا ربما نوعاً ما على طبيعة الحياة في ألمانيا. اليوم آخر يوم في المدرسة، هن جايين مع شهاداتهم المدرسية. شو محضر لهم؟ هلا بدنا نشوف شو جابوا نتائج أول شيء. هلا بنروح على البيت نوزع عليهم حلويات ونحتفل معهم شوي على هذا النجاح. يعني هن خلال سنة ونص تقريبا تعلموا اللغة الألمانية بشكل كتير مقبول. رح نرافقك أثناء شراء الحلو، رح نرافقك خلال الاحتفال مع الأطفال بنتائجهم المدرسية. تمام؟ أوكي. يلا. مرحبا. لو سمحت تعطينا صحن حلويات مشكلة. على راسي. أهلا وسهلا، تكرم عيونك. ما شاء الله طيبين. صحتين وهلا. ايه بتحكي معنا. تفضل. شكرا كثير. أهلا وسهلا. باي باي. الله يبارك. أمينة، بأي درجة أنت حبه لجنتر للثقافة العربية ومعرفته باللغة العربية كمان ساعدتك أنت تتأقلمي بألمانيا؟ سؤال كتير حلو، سؤال فعلا حلو كتير. أنا كنت أخجل أني ما أتعلم ألماني قدامه لأنه بيعرف عربي كتير منيح. كنت أخجل أنا ما أحكي ألماني منيح، ضليت فترة طويلة ما كنت استرجع احكي قدامه الماني، خفت انه يضحك علي. بعدين فعلا ضحك علي، بس بعدين مشي الحال انا تشجعت احكي الماني اكثر. صار تحدي، صار ايه بالضبط، لاني كان بالضبط لاني هو فعلا حقيقي. يعني امتلاكه للغه العربيه وقدرته مذهله، يعني لدرجه انه وقت اللي شفته بالشام، وقت اللي شفته بالشام كان عم يسألني وكان له شي سنتين بس عم يتعلم عربي، هاي أجرة البيت قديمة ولا جديدة؟ يعني سؤال محترف مو سؤال واحد عادي. فأنا عن جد حقيقي يعني كنت استحي أقول إني أنا ما بعرف ألماني. هل يعني أي لغة بالبيت اللي بتحكوها أي لغة، ألماني أو عربي؟ الاثنين طبعا. كلمه ايه خليط سيء للاسف لانه ما عم نركز على اي، بس نحن بنحكي بحب اللغتين. يعني اللغه الالمانيه بالنسبه لي عالم واسع، عالم كتير واسع تماما مثل العربي، يعني لانه اللغه الالمانيه لغه عميقه مذهله، يعني في فيها طاقات رهيبه. اي لغه بيحكوا اكثر؟ الماني بيحكوا، هن تربوا هون، هن اطفال المان تربوا هون. ايه تفضلي يلا صبي، بس لو سمحتي الاول، هلا يمكن هني بعد شوي يجوا اولاد اخواتي. فهني تربوا اولادنا بيئه المانيه بس منفتحين كثير للثقافه العربيه، وبيحبوا انه هني نصهم عربي كثير بحبوهم. نحن اخذناهم كمان لسوريا، اخذناهم للمغرب ومصر، يعني وحتى لليمن. صحيح، هني عاشوا باليمن، عاشوا باليمن، شافوا كتير بلدان عربية، وهن كتير فخورين إنه هن بيحكوا
بيحكوا عربي وهن بيخصوا هاي الثقافة العربية. هلا بعائلات مثل عائلاتكم فيها زواج مختلط بين ثقافتين، هل بتقرر العائلة انه رح نركز اكثر على الثقافة العربية او رح نركز بتربية اولادنا على ثقافة المانية، او كيف بتقرروا؟ اولادنا تعاملوا مع هاي القضية بشكل فطري وطبيعي جدا، بحيث انه ما كان في لحظة لازم يتخذوا فيها قرار اني انا عربي اكثر او الماني اكثر او انا انتمي لهي الثقافة او لهي، ان فعلا يعني حاسين انهم منتمين للثقافتين وعندهم اهتمام كبير بكل شيء عربي. اي مشكله هويه مثلا؟ انه بالعكس يعني انا هذا اللي بدي اقوله، ما عندهم مشكله هويه، ما عندهم، لانه هذا السؤال غير مطروح بالنسبه لهم. هيك انا شايف انه انه بكل بساطه بحسوا انه عندهم هويتين او عندهم لغتين واخذوا من الثقافتين احسن ما يكون فيهم. على المستوى الشخصي، ان كان امينة او ان كان جونتر، شو عندكم امنية هلا؟ ان كان على المستوى الشخصي او ان كان على مستوى سوريا، على مستوى العائلة في سوريا، لانكم مثل ما ذكرنا قبل شوي جونتر انتو من العائلات يلي تأثرت بشكل مباشر عن طريق استقدام جزء من العائلة من سوريا لألمانيا. أمنية ببالكم قريبة لقلبكم هلا، يعني مستوى شخصي ومستوى عام خلينا نقول. طبعا أي شخص بهي الظروف الراهنة بتمنى إنه الأوضاع بتصير أحسن بالعالم العربي، بسوريا وبغير سوريا، العراق واليمن وليبيا كلها دول يعني مرشحة بالانهيار الكامل. ودائما بيقول الواحد انه لا يمكن تصير الامور اسوأ من هي ما هي عليه حاليا، وبعدين بتصير اسوأ. طبعا الواحد بيتمنى اكيد انه لازم يكون في تحول، لازم يكون في يعني الناس كمان بعودوا لعقلهم لرشدهم وتنتهي الصراعات هي. بس هي الصراعات يبدو يعني تاريخية كبرى، نحن نعيش يعني مأساة هذا القرن حاليا يعني الشرق الأوسط. أمينة، على مستوى شخصي بالنسبة لي أنا كتير بهمني إنه أولاد إخواتي الأربعة الصغار اللي إجوا لهون ينسجموا كتير بالمجتمع ويطلع منهم فعلا عضو فعال بالمجتمع الألماني. الغاية الرئيسية طبعا انه بالاخر يروحوا يرجعوا سوريا ويبنوا سوريا، انه هن اجوا لهون غصبا عنهم مو بكيفهم، وهذا مش عن جد فعلا حقيقي. هاي امنية يعني انا عم بشتغل عليها وبتمنى من قلبي انه يعني هن ما يتعرضوا لصدمات مثل يعني ان صدماتهم كانت كبيرة أثناء وجودهم في سوريا. بسوريا وبعدين بداية الوجود وبداية وجودهم هون كمان ما كانوا خايفين من اللغة، كانوا خايفين من تقبل اللغة، كان بالنسبة لهم يعني فعلا جهد تحدي كبير، خصوصا البنتين الصغار كانوا عم يلعبوا الاثنين صف اول عم يلعبوا بالاحرف عم يلعبوا بس هلا تكيفوا، بس هلا صاروا كثير، وهي سعاده بالنسبه لي. اليوم رح يجيبوا هلا جلاءاتهم وانا رح اكون كثير كثير سعيده يعني انا فيهم، لاني شو ما كانت النتيجه هو عموما نتيجتهم منيحه، لاني انا سالت المعلمه دائما انا على اتصال بمعلمتهم لهن الكبار، بس هني رح يعني جايين وجايين فرحانين أكيد، ورح نحتفل فيهم هلأ. أهلين أهلاً 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 أهلاً، شو هذا جايبين جلعات معكم؟ هذا شوفا شو أهلاً شوفوا شو رح نحتفل فيكم، شو هذا احتفال من عمو جنتر فيكم. شكرا. عم تعلموا بابا وماما ألماني ومركزين ماشيها. أوف شو شواري، بس مكتوب إنه صدرة تعلمت ألماني كثير منيح. عموما الجميع تعلموا ألماني. أي صف؟ كل واحد أي صف؟ أنا وصدرة بصف الخامس. الخامس ولا نجحنا على السادس. برافو عليكم. نجحنا بالصف الثاني ونجحنا على الثالث. يا سلام. شوي 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 شوي. طيب اذا كيف في حلويات؟ نحن اخذنا كل معهد الجلاء في حلويات. ايه
كل ما اخذ جلاء كل ما اخذ جلاء في حلويات. وين يعني انا كنت عم بستنى احسن عند تاي. هلا قد ايش صار تمام هون؟ سنه وثلاث شهور. ما صار لكم زمان يعني السنه الماضيه. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من ضيف وحكاية في الأسبوع المقبل. ضيف جديد وحكاية جديدة، فكونوا معنا على الموعد. وإن أحببتم بالطبع راسلونا على بريدنا الإلكتروني story.arabic@dw.com. أنا سماح الطويل أنقل لكم تحيات كل فريق العمل، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل.